نهار السبت كانوا ضحايا شهر أيار بحوادث السير، 29 شخص مع الأسف. منتابع. وهلا بدنا نروح لالكسي نعمي مدير الاسعاف والطوارئ بالصليب الاحمر اللبناني ليخبرنا ايضا عن ارقامهم بالساعات الماضيه. بونجور الكسي. صباح الخير، يعطيكم العافيه. انت كمان شو اخبارك؟ ماشي الحال. صبايا ما تهتموا لحكي الناس، سوقتكن بتجنن وما في منها، اللي مش عاجبه يمشي على الرصيف. والله نعم اريح شيء. اريح شيء شيء مش عاجبه يمشي على الرصيف. هذا الاصول. ما المشكله ما تجي السياره على الرصيف وتشيلهم. ما مشان هيك هن عم بيقولوا لهم شو على الرصيف. لا الصبايا اسم الله. تفضل يا استاذ الكسي. احصاءات الحوادث ال 24 ساعه اللي قطعوا 30 حادث، 42 اصابه وقتيل واحد. بيروت 7 حوادث من اصابات، جبل البلاد 9 حوادث 10 اصابات وقتيل، البقاع 5 حوادث 12 اصابه، الشمال 8 حوادث 10 اصابات، والجنوب حادث واحد واصابه واحده. تتوزع انواع الحوادث من دراجات ناريه وسيارات ايضا مشاة، وبتنقسم الأسباب بين مشاكل ميكانيكية، سرعة، وسوء رؤية. أما بالنسبة للمهام اللي قامت فيها فرق الإسعاف والطوارئ بالصليب الأحمر، سجلت 300 مهمة موزعين على 266 حالة طوارئ، 25 نقل مريض عادي، و9 مهمات نقل مريض من مستشفى إلى أخرى. هذا كل شيء. ويعطيك يعطيك الف عافيه انت كمان ولكل عناصر الصليب الاحمر. شكرا لك أليكسي نعمي.